أهلا بكم. وجهت مجموعة سياسية جديدة في الجزائر تضم زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء، وجهت دعوة إلى الجيش بعدم التدخل في السياسة. كما حثت المجموعة الرئيسة عبد العزيز بوتفليقة على التنحي ودعت الحكومة للاستقالة. وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قبل رموز أفرزتهم احتجاجات حاشدة ضد حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب.